الوصية التي بعدها نمرة 9، التفطن والانتباه. يا جماعة الزول يكون فطن، يكون منتبه. الناس اللي عندهم خداع، أهل البدع وأهل الضلال والحزبيون وغيرهم، الزول يكون عنده فطنة ويكون عنده ذكاء. ما تمشي ساي، ركز ركز. شكير رب العزة والجلال في كثير من المواضع يقول: أفلا تعقلون؟ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون شنو حديثا. من التفطن عدم حسن الظن بأقوام ظهر منهم السوء، ده من التفطن. ودي زي ما ذكر لك، أنا عندي فيها تجارب. ما تبقى زول مسكين ساي براهم، قاعد يقول لي كذا، قاعد يقول لي أنت مغفل، وقاعدين يقول لي أنت طيب ساي وكل آخره. ما فضل لي يقول لي يا طيب ماشي وين، ماشي وين، أنا ماشي كذي، ما ماشي في الدرب الله يتقبل. خليك زول متفطن ما يغشوك ساي. الزول الردوا عليه السلفيون وردوا عليه بحق، ما تعمل فيها باركوة. الموضوع ده لو دار تصلح أي الدرب ده حكني في النهاية، هون عليه حق الله بلمون. والله إن طال الزمان أو قصر، لأن الصحابة رب العزة والجلال قال عنهم: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم شنو أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته شنو إخوانا. الناس ما تلموا في درب واحد، منهج واحد، منهج واضح، أوعك تتخدع. الناس اللي بيقول لك ده يردوا عليه تقوم تعمل فيها مفتح تمش له، انت داير الخير وهو في النهاية رايه ما عنده، رايه وراه بلاوي وراه بلاوي. وده من الأشياء اللي بتألم، تمش له تعرف يقول لك شنو، والله الناس دي ما فهموا كلامي صح وأنا مظلوم. انت بعد شوية دموعك شنو تسيل، بعد شوية تقلب على إخوانك ذاته. أعمل حسابك، خليك متفطن، خليك عندك ذكاء، وادعو الله بالتوفيق. شكر الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ويقول في دعائه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. شكرك بيل شيخ أبو بكر ذكر آية عجيبة جدا، والله الذي لا إله غيره، وهذه الآية من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله شنو ليطلعكم على الغيب. في أشياء أشكلت عليك ما تمشي تخش فيها زي طوالي، خليك واصل في دعوة التوحيد، دافع عن الله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم، واشتغل بدعوتك، ادعو إلى السنة وإلى الاستقامة وإلى المنهج القويم، لا تلتفت إلى هؤلاء. لو الواحد عنده خطأ ظلموه، في النهاية الظلم ده ما واضح، لو ظلموه براه بيبين، قول والله يا جماعة ده الحق كذا. انت يا أخي ما أفضل من الأنبياء، انت زول قالوا لك كلام، الكلام ده لو ما فيك ردوا. يا أخي نوح عليه السلام قالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس بي شنو ضلالة. هود عليه السلام قالوا: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال: يا قوم ليس بي سفاهة. ما الأمر ده ما بين، الزول ده ردوا عليه آي لو ظلموه ذاته، هو ما يبين، ما يقول الحق كذا وأنا المسألة دي التفصيل فيها كذا وأنا الحق عندي كذا. لكن البد وعاملين فيها مساكين موضوع ده، شوف الزول يكون عنده فطنة وذكاء، والله الذي لا إله غيره. طيب 10، الوضوح في المنهج، منهجك يكون واضح خاصة في الزمن ده. فاصدع بما تؤمر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. في النهاية الرجل ده قال شنو؟ يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا
ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين. بعد قال شنو؟ إني آمنت بربكم. ما داسية فاسمعون، موضوع دا اسمعوه عديل. لموا فيه وكتلوه، قيل ادخل الجنة خسران. انت هسي شغال مع زول بينت السلفية طردك خسران، وده طرده من الدنيا جت بكتلة وخش الجنة خسران. ما خليك واضح. شكل أبو سفيان رضي الله عنه قبل أن يسلم في البخاري وفي غيره، لما سأله هرقل إلى ماذا يدعوكم، فقال أبو سفيان يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمر بالصلاة والصلة والصدقة والعفاف، أو كما قال رضي الله عنه في البخاري. فإذا كان الزول كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم بيشرح دعوته. انت الليل أخوانك منهجك ما واضح في نصهن، تخليك واضح، خليك على السلفية النقية البيضاء الصافية. ما في كلمة إلا وعلى دليل. السلفية دي مش مبنية على الأدلة؟ طيب يا جماعة زول عنده الأدلة وعنده الحق يدسه ولا يبينه؟ يا أخي النساوين حمونا الليل ننوم شغالين يغنوا أعد النجوم وما شنو ما بعرف وحرام القلوب تلب وخلاني أتقلب وين وما بعرف. نساوين شغالين، والله أنا قاعد في بيتنا ده هناك في الفتحاب أسي دار رحل ذاته احتمال أرحل قريب. يا أخي كل يوم بسمع بتدقة بتدقة، يا أخي دي شنو الحاصل؟ بدقوا ليش نازل واضحين؟ والله في شغلتهم دي واضحين، تجينا في الأسبوع نتكتك الموضوع أسدين ما واضحين. انت موضوعك ده توحيد تتلولوا فيه، وحيث إنه وهذه الحقيقة وهذه البلد وثم إن هذه الدولة، يا ذول دولة بتاع شنو؟ خلينا فيهم مبددين. خليك واضح في الدعوة، خليك في الفتاة في غيره، بيّن دعوتك والله الذي لا إله غيره. خليك واضح، الزول الواضح ده براهم بزحوا منه، لكن الما واضح بيطمعوا فيه بيطمعوا فيه. أي واحد بيجيك بي جنبه هسمع والله إنت صح مع الناس ذي، لكن إنت النصيحة وأسلوبك طيب وكذا، إنت ما برضو تسمع للطرف الثاني، برضو تسمع للطرف الثاني بملوك شبهات وبملوك بلاوي ثقيلة جدا. فخليك واضح في دعوتك، واضح تقف تتكلم في التوحيد. الزول الصغير افهم دعوتك، مش تمش مسجد تتكلم في التوحيد، لما انتمش الناس ما فاهم شيء، بس يجبكون التوحيد سمح وبوصل الجنة تمام من الدين، تقول لهم بوصل الجنة، لكن هو شنو ذاته؟ السنة البدعة، فصل للناس. فإنسان يكون واضح في منهجه، دي مسألة. قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائتي بقرآن غير هذا أو شنو أو بدله، بدلوا ما لقوا الشغل شنو لقوا الكلام ده ما بيوجع. والكلام واضح، بينات كتاب فصلت آياته وما على الرسول إلا البلاغ ياته المبين، مش بلاغ كذي تماشي بس يا جماعة وحدوا والناس تبعد من الشرك ومارك طوالع. ما رأيك في نصيحتي شنو؟ نصيحتك دي ناقصة، أقول لك النصيحة، نصيحتك دي بلغ الناس التبليغ الواضح الواضح صح. ما في أي محل إنت قد تضطر ما تجيب أسماء، قد تضطر إنت في محلات كذي، لكن برضو ما بتجيب لهم أسماء ديل، برضو اديهم شغل واضح. القبة دي قول لهم يا جماعة الناس ما تطوف القبة، ما تأكل التراب تتبرك به، ما تنادي الشيخ، الناس عقيدتها تبقى بالله صحيحة إلى آخره. طيب شغلة دي أنا سبقوا واضحين والله الذي لا إله غيره، أدي كلامي خج جوا قلب الزول جوا كذي، خج قلبه يأثر فيه والله، تبين له التوحيد واضح. يا أخي المرة قول لها إن عترتي ما تندهي الشيخ، ما تنهم الشيخ، الشيخ ما تفزع إليه كذي. وضحت ولا ما وضحت؟ ما وضحت هاي تمام. قول لها الصوفية دي كعبة ما تبقوا معاه كذي، بيفهموا بالعربي الديون ما بيفهموا بالروطاني، قول لهم ككباشي شغلة دي ما كويسة. الديون طوالي بأي شيء يا جماعة فهمون، وريونا الحق بأي شاء الله بالإنجليزي، قول لهم دونت شنو كذا، أنا دي ما بعرفها بجاسفة لكم برا وديلك بعرفهم، جبت ارطالتهم لأنه صاحبت ناس كتار منهم وأحبابنا، عشان كذا أنا جبت لك أخواننا جزاهم الله خير ونحبهم. طيب